متجددا لكل اللي انضم لمتابعه برنامج في حضره المساء. وفي اولى فقراتنا يا نجوى، شخص يمكن لو غاب عن الشوارع السودانيه، واشخاص لو غابوا عن الشوارع السودانيه ممكن الحياه ما تقدر تمشي، بمعنى انه حيكون في ازدحام كبير جدا، حيكون في حاجات كثيره جدا، حتكون في حوادث كثيره جدا. نعم. الا وهي شرطه المرور. نعم. شرطه المرور يمكن دورها كبير جدا رغم الامكانيات المتوفره في البلد، ولكن هم بيقوموا بادوار كبيره جدا عشان يقدروا يعني يحافظوا على حياتنا، يقدروا يسيروا الحياه بصوره طبيعيه جدا. نحن في فقرتنا دي حنتكلم عن الادوار اللي بيقوموا بها شرطة المرور بصورة كبيرة جدا، بيقوموا بحاجات كثيرة جدا ومجهود كبير جدا رغم الإمكانيات زي ما ذكرنا في بلدنا، ولكن هم بيقوموا من الصباح عشان فقط عشان يحافظوا على سلامتنا. النجوى، نحن سعيدين جدا إنه يكون معنا اليوم في الاستديو سعادة العميد عمار رحمة الله. أهلا وسهلا بك ومنورنا. اهلا وسهلا بقناة الهلال وقناة يعني المشاهدة، ونحن نتمنى انه نقدم يعني حاجة يعني تفيد المواطن الكريم ان شاء الله. نحن اول حاجة مبسوطين بكم جدا. وسعادة العميد، يمكن انت مدير الادارة العامة للترخيص بشرطة المرور، شكرا اول حاجة، بنشكركم جدا للمجهود اللي انتم بتقوموا به رغم الامكانيات يعني عدم الامكانيات المتوفرة في البلد. نعم. صعوبة البنية التحتية برضو الموجودة، يعني عدم توفر البنية ايضا، لكن بتقوموا بادوار كبيرة جدا رغم ده كله. انتم عاوزين تطوروا في الحاجات دي بصوره كبيره جدا، فنحن بنسالك اول سؤال، بنقول لك كيف نحن نقدر يعني نطور ونهيئ البيئه المروريه عشان نحقق السلامه المروريه. حقيقه انا اول شيء والله ابدا بالشكر لقناه الهلال لاهتمامه بعمل المرور، ونحن اساسا يعني شغلنا بينبني على التوعيه المروريه والسلامه المروريه. نعم. ممكن زي البرامج دي، هي البرامج الهادفه اللي احنا بنهدف بها ان انا اوعي المواطن انه يعني يكون معانا يعني دائما في انه يعني نصل للسلامه المروريه اللي هي بننشدها نحن كاداره عامه للمرور وكمرور ولايه الخرطوم. يمكن يعني المرور عامه يعني بيعتمد على الخطط دائما، يعني خطط والسياسات اللي بتنشد في انه تقلل الحوادث المروريه وتزيد التوعيه المروريه. واساسا احنا شغلنا كله بينبني على السلامه المروريه اللي هي فيها يعني فيها اضلع ثلاثه، هي الطريق والانسان والمركبه. نعم. الاضلع الثلاثه دي احنا كل شغلنا بيدور حول الاضلع الثلاثه دي. اذا كان الطريق سليم ولا السائق يعني واعي وهو عارف دوره ولا يعني كل الناس قايمين بدورهم كشركاء طريق، ان شاء الله نصل للسلامه المروريه الكامله ان شاء الله. نعم. يمكن سعادة العميد ذكرت في حديثك في خطه، خلينا نتحدث عن اهم ملامح الخطه لتطوير وتحديث العمل المروري تحديدا في العام الجديد. حقيقة نحن سنويا بنعيد خطه، يعني خطه دائما خططنا دائما طموحه والله، يعني تتعدى الامكانيات زي ما انت ذكرت هسه قبل شويه، يعني بالامكانيات الضعيفه اللي احنا عارفينها، لكن خططنا دائما بتتخطى. عندنا الخطط في جوانب كثيره، اول شيء في جوانب يعني اصلاح الطرق ويعني مع شركائنا في البنى التحتيه. عندنا يعني شركاء كتار جدا احنا معانا في المرور، يعني بدونه ان احنا ما بنقدر نشتغل شغلنا. بننشد اول شيء سلامه الطرق والمركبات. نحن طبعا من انا مدير اداره الترخيص، يعني بشتغل في محورين، المحور بتاع المركبه ومدى صلاحيتها في السير في الطريق، والسائق ومدى صلاحيته لانه يقود المركبه الماشيه في الطريق. نعم. يعني انت بتهتم بالمركبه وبتهتم بالسائق في يعني صلاحيته في انه هو يقدر يسوق العربه، والعربه هل هي مهيئه ان هي تمشي في الطرق. احنا لو تكلمنا برضو عن الطريق. نعم. ويعني بنجد حاجات كثيره جدا، يعني حفر كثيره جدا، حاجات كثيره جدا، بنلقى شرطه المرور واقف قدام الحفره دي في الشمس بالصباح. نعم. بيوجه العربات. فهي خططكم شنو عشان انتم تحسنوا برضو البنيه التحتيه للمرور؟ حقيقه
الشغل بتاع الطريق ده طبعا احنا معانا بنية تحتية وهم الاساس في عمل صيانة الطرق يعني. والترافيك لايت برضو اشارات الضوئية. فنحن بالتعاون معهم يعني لو ملاحظ يعني اول شيء يعني من هنا نحيي كل رجال المرور المنتشرين اولا في ولاية الخرطوم وتقاطعاتها المختلفة، وثانيا المنتشرين في الطرق الغومية في جميع يعني وديل بيأدي دور كبير زي ما ذكرت انت في كل الاحوال الطبيعيه. يمكن يكون رجل المرور ده بتلقاه في الصيف عز الصيف وفي عز الشتاء في الامطار في الاتربه بتلقاه واقف. ويعني انا قاعد اذكر كثير جدا قاعد اقول مرات رجل المرور في اليوم الواحد بيمر عليه كل الفصول وهو بيكون موجود ومتواجد لراحه المواطن. فالطرق دي نحن دورنا فيها يعني انه نساعد اول شيء نحن والله لانه بتواجدنا وانتشارنا يعني عارفين كل الحفر والحاجات اللي في الطريق اللي بتعيق الطريق بتواجدنا يعني. ومع بالتنسيق والتعاون مع البنى التحتيه وهيئه الطرق والجسور قاعدين نحصر كل الحفر المؤثره اللي بتعيق الطريق. ونحن الان لو ملاحظ المواطن في الايام اللي فاتت دي في مجموعه من الطرق تم صيانتها عبر هيئه الطرق والجسور ونحن بنكون موجودين متواجدين معهم. ودائما يعني ما يعني نحن نشكرهم من هنا لانه قاعدين يشوفوا اولوياتنا نحن في الطرق المهمه على سنه يعني يصينوها عشان ما تعمل كثافه في نعم. سعاده العميد خلينا نجي لجانب مهم جدا وتحديدا الترخيص. يمكن ناس كثير جدا بتعاني من ترخيص المركبات العامه بالذات، فدايرين نتكلم تحديدا عن سداد الرسوم. نعم في الترخيص تفضل. حقيقة إذا تكلمنا عن الترخيص الترخيص ده فيه جانبين زي ما ذكرت قبل، جانب ترخيص المركبات وجانب رخص القيادة. نعم نحن عندنا في ولاية الخرطوم عندنا 9 مراكز ومجمعات منتشرة في انتشار بنعتقد إنه انتشار يعني مناسب في ولاية الخرطوم. يمكن يكون الناس بتعرف المجمعات الثلاثة، مجمعات خدمات الجمهور دي تشتغل لنا جانب بتاع ترخيص المركبات ورخص القيادة. الثلاثة مجمعات عندنا مركز البينية العلاقات البينية اللي هو جمع أفراء ده بيشتغل برضو مركبات ورخص قيادة. أما باقي المراكز الموزعة على ولاية الخرطوم تشتغل ترخيص مركبات. نحن بنعتقد عندنا مركز أبو آدم، مركز جبرة، ممكن ناس بيعرفوين في شرق النيل عندنا مركز شرق النيل بالغرب من كوبري المنشية، عندنا مركز كرري اللي هو في جنب مغابر احمد شرفي الناحيه الجنوبيه منها، وعندنا مركز ام بده. دي كلها موزعه توزيع جغرافي وشغاله بطاقات القصوى. ونحن من هنا يعني والله نبشر المواطن في انه نحن بالذات في ترخيص المركبات ما عندنا معامله بتنتظر اليوم الثاني. جميل. كل اجراءاتنا بتكتمل في نفس اليوم اذا كان المواطن مكتمل الاجراءات. نعم. جميل جدا. جميل. نحن عاوزين نعرف برضو أهمية الترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للمركبات وللسائق، يعني السائق بالذات لما عاوز يجي يجدد رخصة الاستفادة بيكون لمنه يعني بالضبط كده؟ الرخصة المركبة أو نحن بنسميها شهادة البحث، انا بعتقد دي من يعني من اهم الحاجات لصاحب المركبه يعني. بالتالي انت عشان تتاكد انه عربيتك دي او السلطات تتاكد انه انت عربيتك دي صالحه للسير في الطريق يجب انك تجدد سنويا. دارين الثقافه دي يعني تنتشر بين كل يعني حائزي المركبات انه سنويا يحاول قبل وقت. والله في ناس ملتزمين شديد يعني، في ناس قبل يومين او 3 يوم بيجي يرخصوا مركباتهم، ودي بتاكد انه لا 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 المركبه الماشيه في الطريق دي هي صالحه للسير في الطريق. يعني هي سلامه. نعم. سلامه تبدا بالصلاحيه بتاعت المركبه او اشبه بالفحص. نعم. الدوري مثلا الفحص البتين ده هو. نعم. بياكد سلامه المركبه للسير في الطريق. فنحن نتمنى انه يعني المواطن السوداني، ونحن هنا بنقول انه يعني تقريبا ما سنويا ما قاعدين نتجاوز 45% من العربات المسجله بتجينا ترخص. احنا دايرين المواطن السوداني يكون واعي بالكلام ده ويحاول يعني يخش الثقافه دي يعني تنتشر بين كل اصحاب المركبات
ودي لسلامتهم وسلامة شركاء الطريق. نعم سعادة العميد، يمكن قبل شوية أنا ذكرت لك محور فيه سداد الرسوم، فأنا حابة أعيد لك المحور بطريقة ثانية. أنتم كإدارة ممكن سداد الرسوم وعندكم أنتم كإدارة فكرة أو رؤية تصبح إلكترونية زيها زي ال طبعا الرسوم في الترخيص دائما ولايه ما اتحاد يعني، ونحن مع هيئه الطرق والجسور اللي هم ناس الايرادات ساعين في انه يعني نخلي الموضوع كله الكتروني يعني، حتى لو ما ساعين لا ابعد من كده عبر ناس التقنيه بتاعيننا انه يعني في جزء كبير من الاجراءات ممكن يكون اونلاين من البيت بالذات في ترخيص المركبات. اذا عملت الصلاحيه في اي مكان نحن عندنا برنامج اسمه ساهر، وممكن يكون عنده عملنا له يعني اعلام كويس ساهر. ان شاء الله ساهر ان شاء الله يعني في الايام الجايه او في خلال السنه دي نحاول التجديد، بالذات تجديد المركبات وتجديد نحن مركزين على تجديد الرخصه. تجديد الرخصه ممكن لانه غالبيه هسه لو جيت المجمع لو لقيت في حبه زحمه كده غالبيه الناس بتلقاهم تجديد رخصة القيادة. رخصة القيادة ما 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 تجديد المركبات يعني احنا اذا بقينا على تجديد المركبات بس المجمعات بتكون فيه يعني فاضي يعني. نعم سعادة العميد، يمكن في ظل انتشار المرض مرض كورونا وكذا نحن محتاجين جدا فعلا للبرامج اللي انت ذكرتها. نحن محتاجين ان بالذات ناس رخصة القيادة لانه يعني ما عندهم اجراءات كثيرة بس غير التصوير يعني اللي هو الحاجة اللي بس بالذات في التجديد. نعم بس في التجديد بالذات بس التصوير فقط يعني، ولكن يعني محتاجين ان نحن الاجراءات والصفوف اللي كان بتكون واقفة بالذات في ظل انتشار المرض ده نحن محتاجين برامج للحاجة دي. كونوا ان انتم قمتوا ببرنامج ده يعني بالبرنامج ده يعني شكرا لكم كثير على البرنامج ده. نحن برضو حنتحدث عن الطرق السريعة، وفي الطرق السريعة يعني في مخاطر كثيرة جدا. نحن ليه ما بنشوف مطبات على الطرق السريعة خاصة وإنه أصحاب المركبات يعني دائما بيزيدوا السرعة على الطرق السريعة ما بيأثر بشكل كبير جدا على حياة الإنسان؟ طبعا إحنا في ولاية الخرطوم يعني شغلنا في الطرق الداخلية، لكن إذا يعني دارين نتكلم عندنا برضو وحده بتاعه المرور السريع ولايه الخرطوم بتقول منها ضابط كبير يعني في ولايه الخرطوم. الموضوع المطبات دي طبعا يمكن يكون الناس شاهدوا كثير من المطبات اللي احنا ممكن نقول عليها عشوائيه في الطريق يعني بالذات الناس شافوها في طريق مدني في بعض الطرق، ونحن دائما الشغل بتاع المطبات ده عنده اجراءات هندسيه يعني مربوطه بناس الطرق وفي اجراءات نحن يعني بنساعد فيها في الزياره للمواقع بالذات الطرق الغوميه لما تجي يعني تعبر داخل المدينه يعني يفترض يكون في يعني في مواقع معينه يكون في المطبات دي، لكن باجراءات هندسيه معينه. المطبات اللي لسه نحن بنشوفها في الشارع دي حقيقه هي ممكن تؤدي للحوادث نفسها يعني، عشان كده المطب ذاته عنده يعني اجراءات كثيره يعني في زياره للموقع و تحديد الموقع يعني برضو شغل هندسي يعني في يعني زي ما بقولوا برنامج كبير بتاع هندسة الطرق، يمكن يكون في مهندسين متخصصين احنا ما داخلين في الشغلة، لكن احنا بنساعد في انه نحدد الموقع المحتاج للمطب ويدعمل بطريقة يعني هندسية يعني جنب المدارس، وبعدين لازم يكون في تحذير انه امامك مطب ويعني يكون من مسافة معينة. دي كلها في المطبات العشوائية ما بتلقي الكلام ممكن يؤدي لحوادث. سعادة العميد برضو نحن دارين نتعرف على مواصفات المركبات اللي يتم او اللي نفترض انه يتم ترخيصها تحديدا بطرق المرور السريع. زي ما ذكرت قبل يعني عندنا يعني جهات كثيرة يعني هم شركاء معانا في السلامة المرورية وفي المركبات والترخيص. من ضمن الجهات هي المواصفات، يعني المواصفات هي بتحدد نوع المركبة اللي يفترض تسير في الطريق، ويمكن يكون في الناحية دي أنا أذكر لكم أيام يعني كان في كلام كثير عن الركشة هل هي مركبة تصلح لأنها تعمل، والكلام ده يعني أداروا ناس المواصفات وكان في يعني مخاطبات وفي كلام كثير جدا. الجهة المسؤولة عن مواصفات المركبة هي ناس المواصفات والمقاييس، لكن احنا عندنا برضو دور كبير في انه يعني اي مركبة عندنا جانب ثاني بتاع في الترخيص الصلاحية تحت المركبة او الحالة العامة اللي احنا نسميها الحالة العامة تحت المركبة
عندنا شركة الوكيل هي مسؤولة عن صلاحية المركبة في السير، يعني عندنا ناس لاحظت المراكز بتاعت الوكيل الملحقة مع الترخيص دي بتحدد، يعني إذا القزاز مثلا مشقوق شق بيأثر على الرؤية، إذا دي كلها من شغلنا نحن، لكن المواصفة للمركبة هي عمل لناس المواصفات المعايز. نعم طيب، التعاون معنا. جميل، خليني أسألك برضو سؤال سعادة العميد، إنه هل يتوقف الفحص الدوري سائق الباصات؟ والله على حسب علمي، ناس المرور السريع، دائرة المرور السريع شغالة في الفحص الدوري، وعندهم أنا بعد من كده عندهم برامج كثيرة للمركب بتصير في طريق المرور السريع، في التتبع، تتبع الآلة دي للمركبات اللي من السياحية الدرجة الأولى، يعني وصلوا مرحلة بعيدة فيه، وكان وبرضه الرادار، شغل بتاع الرادار في الطريق برضه موجود، يعني الناس المرور السريع، دائرة المرور السريع في الإدارة العامة يعني شغالين في المجال ده شغل كويس. جميل جدا. رغم عن الإمكانيات الضعيفة طبعا، احنا طلبنا ذاتنا دائرة شغل يعني. احنا مقدرين الجهد اللي انتم بتقوموا به وسعادة العميد، قدر شنو انتم بتحافظوا على سلامة الإنسان. على كلام السفر، يمكن نحن بنشاهد يعني عدد كثير من الحوادث، ويعني كثير من نقاط المرور على الطرقات دي هي اللي بتقلل من حوادث المرور في السفر. بنشاهد برضو سعادة العميد انه في طرق السفر بنكون يعني one way لكن مسار واحد لكن اتجاهين، يعني الماشي والجاي، يعني نسميها مسار واحد، اي مسار واحد وان واي، فده بيسبب عدد كبير من الحوادث، وده اللي احنا بنشوفه كل مره في الاعياد وما الى ذلك. فهي خطتكم شنو في ان انتم تقللوا من الحوادث؟ هل انتم عندكم خطط ثانيه في ان انتم تعملوا مسار ثاني حاجز ما بين الاتجاه الماشي والناس الراجعين؟ والله انت دخلتني في شغل بتاع ناس المرور السريع، لكن برضه نحن كوحده واحد يمكن نجاوب أيوة. لك عنهم. طبعا عندنا هنا زي ما ذكرت انه طرق المرور السريع في السودان كلها مسار واحد. من الحاجات اللي بتقلل الحوادث في طرق المرور السريع، اول شيء العربيه زي ما ذكرت قبل تكون هي جاهزه للسير في طريق المرور السريع. نعم. ممكن يكون في عدد من المركبات ما مسموح لها بانها تمشي في طريق المرور السريع. يعني بالذات هسه لو لاحظتوا في الفتره الاخيره كان في حملات على التكاتك والركشات والمواطر اللي بتكون في طرق المرور السريع. النقاط برضه في نقاط منتشره، يعني انا حسب علمي في قريب ل 179 تقريبا 179 نقطه ارتكاز للمرور السريع في طرق المرور السريع في ولايات السودان ال 17. ان عندنا 17 ولايه فيها مرور سريع، يمكن الولايه الوحيده اللي ما فيها ولايه شرق دارفور، باقي الولايات كلها فيها طرق مرور سريع. عندنا نقاط مرتكزه بتراجع كل المركبات، عندنا حملات دوريه يعني على المركبات دي، وبرضه في فحص دوري للسائقين، مرات بيكون يعني فحص يعني مفاجئ في طرق المرور السريع، الفحص على المخدرات برضه انتم مشتركين مع الجانب ده. عندنا تيم عديد موجود في يعني بتواجد كثير من الاحيان في طرق المرور السريع، الحاجات زي دي ده كله احنا الاجراءات دي كلها لسلامه المواطن في طريق المرور السريع. ويمكن زي ما انت ذكرت قبل الحوادث بتاعت المرور السريع دائما هي حوادث مميته، يعني مميته الغالب العام، يعني بالذات لانه السرعه الزايده، لان عندنا حاجتين هنا ثابتات، السرعه الزايده والتخطي الخاطئ، دي من اكبر اسباب الحوادث في طرق المرور السريع. نعم. سعاده العميد، يمكن رجل الشرطه المروري تحديدا في الشارع دائما بتواجهوا شيارات او بتواجهوا مشاكل مع سائقي المركبات الخاصه والعامه، فتحصيل المخالفات الفوريه في الطريق العام بتؤدي الى شجار كبير جدا وتصادم ما بين شرطه المرور ومستخدمي الطريق. احنا دائما قاعدين نقول حاجه مهمه جدا، انه التسويات في الطريق او المخالفات يعني الفلسفه بتاعتها هي ما العقاب ولا يعني المال بس، يعني الفلسفه بتاعتها هي انا داير لي عربيه تكون ماشيه في الطريق بصوره سليمه، هي اجراءاتها سليمه، رجل المرور اللي بيجي في التسويه ده هو في النهايه بيساعد في المواطن الماشي في الشارع، حتى ما سايق العربيه، زول القاطع الطريق، زول ماشي في الشارع، اذا العربيه ما كانت
يعني جاهزه للسير ممكن تؤدي لقتله او لموته يعني. صحيح. فالفلسفه الاساسيه هي السلامه المروريه للمخالفات. نعم. نحن حقيقه يعني قاعدين ننبه افرادنا دائما انه القصد اساسا ما هو العقاب. بقدر يعني في مخالفات كثيره نحن قاعدين نقول لافرادنا طوالي بننبه في الطوابير الصباحيه في المحاضرات في التدريب انه يعني في مخالفات ممكن الزول يكتفي بالنصح والارشاد. او اذا اصلا المخالفه كانت كبيره عندنا احنا مخالفات بتصل في عندنا جرائم في قانون المرور عندنا جرائم يعني قطع الاشاره الحمراء هي جريمه وليست مخالفه لانها هي يتضح انها من اكبر يعني الحوادث الكبيره في تخطي الاشاره الحمراء بتكون دائما مميته يعني. نعم عندنا حوادث كارثيه كبيره جدا في تخطي الاشاره قطع الاشارات دي ساعه العميد دائما بتكون بالليل يعني دائما لما تكون في زحمه. في انظمه خارج السودان يعني لما تشوف لك او تمسح الطريق كله ان ما في شخص حتى لو اشاره حمراء هي بتفتح لك اخضر. نعم. يعني في انظمه كده خارج السودان ولكن احنا لضعف امكانياتنا فبعض مرات الاشاره بتكون حمراء فبتكون في ناس بعض مرات بيقطعوا الاشاره. فليه ما عندكم هنا يعني رادارات يعني بتلقط مثلا حتى لو الشخص مثلا ما في نقطه مرور ولكن يعني قطع الاشاره فبيلقط اللوحه وبيلقط صاحب المركبه فبيدي مخالفه يعني. نعم نحن عندنا حقيقه ان غرفه الثلاث سبعات هي غرفة منشأة لها فترة يعني شغالة في الضبط الإلكتروني عبر الكاميرات. نعم. عندنا كاميرات موزعة في ولاية الخرطوم هي يمكن ما يعني ما موزعة توزيع لما قلت لأنه الإمكانيات يعني ما بقد لكن احنا نعتقد انه هي مغطية بالذات الكباري كل الكباري والتقاطعات الحاكمة الرئيسية. نحن اللي قدام ان شاء الله عبر ناس التقنية وناس الدعم الفني يعني بننشد انه اللي قدام يكون عندنا كاميرات هي تغنينا عن الوقوف في الشارع عشان نعمل حمله وعندنا الان حملات عبر الكاميرات دي يعني في الوقوف الخاطئ يمكن كثير من المواطنين بلاحظ انه مرات بتجيه رساله انه راجع المرور عندك مخالفه في الشارع الفلاني ونحن طبعا يعني ده قاعد اقوله كثير جدا انه احنا بالذات المخالفات الالكترونيه زي ما انت ذكرتها ما بتقدر تغالطها يعني لانه هي مصوره أيوة. يعني رجل المرور اذا يتكلم معك انت خالفته ولا ما ممكن تتكلم معه وتناقشه لكن المخالفه الالكترونيه هي مخالفه مسجله مصوره يعني ممكن نعرض للزول مخالفته عشان يشوفه يتاكد منها. نعم سعاده العميد ممكن نحن نقول يكون في اتجاه لتكوين غرامات المخالفات ممكن تكون سنويه والله هسه عندنا مع الترخيص هسه عندنا مجموعه من يعني عندنا برضو نظام التابس هنا لو زول جاء من الناس اللي عندهم تابس طبعا برضو موزع على ولاية الخرطوم في مواقع الحاكمة برضو إذا جاء لقى زول واقف خطأ بيقوم بيصور العربية بثلاثة لقطات وبتخش في النظام دي لما تجي تسدد ممكن تسدد مع الترخيص ممكن تتسدد هسه النظام ده هسه شغال يعني يعني المخالفات بتاعت التابس ومخالفات الكاميرات دي ممكن تسددها مع الترخيص لكن احنا السودانيين طبعا يعني بنحبنا الحاجه نعملها طوالي فكثير جدا من الناس اللي بيجيونا الرساله دي بينزعج جدا وبيجينا يقول انا اسدد المخالفه دي يعني خلاص عشان انت على طول يعني مع انها هي ممكن تقعد طبعا هي مرات المخالفات اذا كتبت ممكن يعني تكون عليك كثيره مع الترخيص تكون سنويه ففي ناس بيحبوا ينظفوا طوالي يكونوا مرتاحين نفسيا اتمنى انه ما يكون في مخالفه وما يكون في غرامه نعم انا سعاده العميد ذكرنا يمكن اخطر مخالفه هي قطع الاشاره الحمراء ودي هي اللي بتحول عكس الطريق عكس الاتجاه برضو عكس الاتجاه برضو من المخالفات الخطره وقطع الاشاره الحمراء يمكن احنا لما علمونا اهلنا في وقت العربات بيقولوا لنا انت الواعي والباقيين مجانين عشان دائما تتعامل انك انت يعني أيوة تكون انا الواعي والباقيين كلهم مجانين فانا دائما بعد مرات ما اكون في الاشاره خضراء بقوم بعين يمين وشمال حتى لو الاشاره خضراء حفاظا على انه لو في واحد جا قاطع ولا حاجه فقدر شنو نحن يعني بنشكركم اول حاجه شكرا على المجهود اللي انتم بتقوموا به وشكرا ايضا لحضورك معنا سعاده العميد وشكرا للمعلومات اللي اديتنا كلها يمكن كثار من الناس فاهمين انه شرطه المرور ما قايمه بجهد كبير جدا بالعكس انتم اللي مسيرين الحياه يعني سير الحياة كله يعني وحاجات الحياة دي كلها وإدارة الحياة دي كلها فوقكم أنتم ف
فبنشكركم كثير، وشكرا سعادة العميد لحضورك اليوم. شكرا، مشكورين انتم كمان يعني للجرعة التوعوية. نحن نتمنى انه دائما نحن نكون متواصلين مع الإعلام عشان نوصل توعيتنا دي للمواطن عشان نقلل الحوادث ونقلل الوفيات وال يعني كل المشاكل بتاعة المرور حتى التكدس بتاع العربات في الشوارع إن شاء الله. شكرا، إن شاء الله. شكرا جزيلا. أكيد يا سيف حنكون متواصلين وعديد من الفقرات حتكون حاضرة معي، لكن خلونا نطلع فاصل من ثم نعود.